إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب الله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ابو علي، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب حسين 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 يا حسين 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 يا صيح ويا الزوار الليل ينادون كلهم حسين 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 يا حسين. انت ما وصلت للحسين لكن خل قلبك ويا الحسين هناك حسين حسين. اصرخ يا حسين ها يا مجدد الحسن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الأرض من الحفر. يا زائري أطفالهم ذبحت فيها خدوا تربها كحلا إلى البصري ولهفة لبنات الطور يوم إلى مصارع قتلاهم
الحسن رمينا بالناس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل وتلك تصرخ ويتمى في الصغر وتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر والها وتلثم ترب الطاف كالعطر شو تقولوا بكلثوم تسمعوها لا يا دافني يا الروس عند الجثة تحتفظ
زار الذي ظل وبنى روس الولد فوق وحسين مرمي والعوادي فوقه الطول شالوا براسه وظنت الجثة رمي الأمر كله لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ظالميكم أهل البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين وأنا من حسن أحب الله من أحب حسينا. صدق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في هذه الليلة انطلاقا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في بيان رد بعض الإشكالات والتساؤلات التي أثيرت على بعض القضايا الإعجازية والغيبية في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وقبل أن أطرح هذا التساؤل وأقوم بعلاجه والإجابة عليه أقدم مقدمة تكون مدخلا لحديثنا. لن نطيل عليكم إن شاء الله في الحديث. هذه الليلة ليلة مصاب وليلة أربعين الحسين. نريد واقعا أن نعيش أجواء هذه الليلة. نحن لم نوفق مع الزوار في مثل هذه الليلة بالقرب من ضريح الحسين، ولكن نحن تحت قبة الحسين وفي مأتم الحسين. إن شاء الله قلوبنا وأرواحنا أودعناها مع الزوار ترفرف حول ضريح الحسين، ونحن هنا نبكي على الحسين وندرف الدمع على الحسين. مأجورين مثابين إن شاء الله. الله إن شاء الله يرزقنا وإياكم الوصول إلى ضريح الحسين إن شاء الله، أن ننصب المجلس والعزاء هنالك في أربعين للحسين بجوار الحسين. أقول من الحوادث الإعجازية والغيبية والكرامتية التي حدثت وحصلت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، أي أن هنالك الكثير من الحوادث الإعجازية والكرامتية والغيبية التي حصلت بعد مقتل الحسين وبعد شهادة الحسين عليه السلام كثيرة. منها أنه بعد مقتله الشريف بكت السماء على الحسين دما، حتى أصبح الناس وكل شيء امتلأ دما، رأوه امتلأ دما. رحم الله من ذكر القائمة فقط. شوي تقدموا إلى الله. صلي وسلم على محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل محمد.
الإعجازية والتغيرات الكونية والأمور والقضايا الكرامتية واقعا التي حصلت وحدثت بعد مقتل الإمام الحسين، منها هي كثيرة، منها أن السماء بكت دما على الحسين. هذه القضايا التي أذكرها ثابتة عندنا فضلا عن ثبوتها في كتب أبناء العامة وفي كتب التاريخ التي هي موجودة عندهم، وأن هذه الحمرة التي نراها وجدت بعد قتل الإمام الحسين، ولم ترى هذه الحمرة قبل شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وإنما وجدت هذه الحمرة بعد قتل الإمام. هذا أولا. ثانيا من الحوادث أيضا أنه، وهذا موجود أيضا في كتاب البداية والنهاية أو كثير، أنه بعد أن قتل الإمام الحسين وجيء برأسه وجلسوا في جماعة يشربون الخمر، الرواية تقول أنهم بينما هم كذلك بعد مقتل الحسين والرأس موجود عندهم، إذ خرجت يد، هذا الحدث التكويني وهذا الحدث الذي حصل بعد شهادة الحسين، أن يدا خرجت من الحائط فيما كانوا جالسون، خرجت من الحائط بيدها قلم من حديد كتب على الحائط وعلى الجدار: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوما، شفاعة جده يوما حساب. هذا موجود. بعد الأمر الثالث الإعجازي أو الحوادث التي حصلت بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام، الثالث هو أنه بعد شهادته المباركة ما رفع حجر ولا مدر، لا سيما كما تذكر الروايات في الشام وفي بيت المقدس، إلا ووجد تحت هذا الحجر، تحت الحجر والمدر دم عبيد. ومن الأمور التي سوف يدور الحديث عنها في هذه الليلة التي حصلت بعد شهادة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هو أنه تكلم رأس الحسين وهو على ذروة الرمح بالقرآن وغيره. من هنا بعد أن قدمنا هذه الآية أثيرت واقعا الكثير من التساؤلات والإشكاليات حول هذه القضايا الإعجازية التي حصلت بعد شهادة الحسين، وأنا أشير فقط إلى حادثة وحدث حصل بعده، وإشكال أثير على إحدى الحوادث التي حصلت بعد شهادة الحسين، وهو إشكال أثير على تكلم رأس الإمام الحسين وهو على ظهره. الإشكال ماذا يقول؟ الإشكال يقول والتساؤل يقول أن القول بأن رأس الحسين قد تكلم وهو على ذروة الرمح هذا ضرب من الخيال وأمر غير واقعي. كيف؟ لأنه كيف لإنسان فصل رأسه عن بدنه وفارقت روحه الدنيا أن يتكلم بكلمات مفهومة وبكلمات مسموعة أما مات الحسين؟ أما فصل رأسه عن بدنه؟ فكيف يستطيع هذا الرأس أن يتكلم بكلمات يقرأ القرآن كما تدعون وكلام غير القرآن؟ هكذا الإشكال، كيف لإنسان فصل رأسه عن بدنه وهو على ذروة الرمح وأنه ينطق ويتكلم بكلمات فصيحة بليغة كما تدعون؟ هذا الإشكال الذي يريدونه. وميت الرأس في جانب، البدن في جانب، فكيف يتكلم رأس الحسين؟ هذا ما تقولونه هو ضرب من الخيال وعدم مطابقته للواقع.
في مقام الجواب على هذا التساؤل وعلى هذا الإشكال أقول نعم، أن رأس الحسين تكلم على السنان، وأن هذا الذي نقوله ليس ضرب من الخيال، لا. وأنا أذكر عدة إجابات في هذه الليلة. أقول الجواب الأول، هذا الاستبعاد من قبلي الذين أثاروا الإشكال من تكلم الحسين على ذلك الرمح في غير محله. ليش في غير محله؟ لأنه ليست ظروفه ظروف خاضعة للظروف الطبيعية. تكلم رأس الحسين ليس خاضع للظروف الطبيعية، وإنما تكلم رأس الحسين وماذا؟ وفوق القوانين الطبيعية، أي بمعنى أن هذا إعجاز، وعندما يكون إعجاز لا تأتي وتشكل عليه، هو إعجاز. وما هو الإعجاز؟ الإعجاز الذي يكون فوق الطبيعي. الإنسان عندما يموت لا يتكلم، هذا الطبيعي، ولكن عندما يموت ويفصل رأسه عن بدنه ويتكلم يقال هذا أمر إعجازي، هذا مو خاضع للأمور الطبيعية حتى تشكل علينا، هو أمر إعجازي. كما أن رأس يحيى تكلم عندما قطعه ذلك الملك الذي كان يزني بالنساء، وتكلم رأس يحيى مخاطبا ذلك الزاني يقول له اتق الله لا يحل لك هذا، تكلم رأس يحيى لأنه أمر إعجازي. فكذلك إذن الجواب الأول الاستبعاد في غير محل. لماذا؟ لأن هذه القضية ليست خاضعة للأمور. هذا أولا. أنا أذكر جملة إن شاء الله يطمئن الإنسان بعد قراءة أو استماع هذه الأجواء، يطمئن على أن هذه الشبهة وهذه الإشكالية لا ترد على قضية تكلم رأس الحسين أو كرامة تكلم رأس الحسين عليه السلام على ذروة. الجواب الثاني أن من يعتقد بمنصب الإمامة، هكذا نعتقد وأنا ذكرته في ليالي سابقة، أن من يعتقد بالإمامة وما لها من خصائص ومميزات كالاتصال بعالم الغيب وكانكشاف عالم الملكوت إلى الإمام وكقدرة الإمام على التأثير في عالم الأرواح، لا تأتي إلى ذهنه هذه الشبهة أو لا يشكك في قضية تكلم رأس الحسين. لماذا لا يشكك؟ لأن الإمام لديه القدرة على الاتصال بالغيب كما قلنا، وانكشاف عالم الملكوت له، والتأثير في عالم الأرواح. فإذا كان الإمام لديه القدرة على هذه الأمور لا غرابة في أن يتكلم رأس الإمام الحسين. بعبارة أخرى، التفتوا معي، بعبارة أخرى أقول، أليس الإمام الذي ثبتت له الإمامة في حياته تحققت كثير من الأمور الإعجازية والكرامتية؟ في حياته أما تحققت؟ مثلا أما طويت الأرض الأئمة؟ أما نفق الحجر في أيدي الأئمة؟ أما شاف الأئمة الكثير من الناس من أمراضهم؟ هذه الأمور الإعجازية التي حصلت للأئمة في حياتهم موجودة وثابتة. نحن نقول كما أن هنالك الغرائب والأمور الإعجازية والخارقة للعادة تحققت على أيديهم في حياتهم، كذلك تحققت بعد مماتهم. مثل ماذا؟ الآن لما تجي يا حار همدان، من يمت؟ أمير المؤمنين يأتي أو لا؟ أمير المؤمنين يأتي إلى المحتبر، والحسين يأتي إلى الميت في قبره. شايف أنت؟ هذا أمر طبيعي؟ ربما يموت آلاف المؤمنين الموالين لأهل البيت، يتواجد الإمام وين؟ في كل مكان عند المحتبر. هكذا يأتي إلى قبره. الآن تعرض الأعمال، ألا تعرض الآن الأعمال على الأئمة؟ ألا تعرض الأعمال؟ إذا كانت
الأمور الإعجازية والخارقة للعادة تتحقق على أيدي المعصومين في حياتهم، فإنها تتحقق أيضا بعد مماتهم. وهنا لا غرابة، إذا كنا نعتقد بمنصب الإمام وأن له هذه الخصائص، فكيف نستغرب من تكلم رأس الحسين عليه السلام وهو على ذروة ذلك الرمح؟ لا غرابة. لماذا؟ والحسين عليه السلام هو القائل لحامل ذلك الرأس، لحامل رأسه. ماذا أجاب الحسين؟ أنا قلت الحسين تكلم بالقرآن وبغير القرآن. الحسين عليه السلام قال: نحن معاشر الأئمة أحياء عند ربنا نرزق. نحن معاشر الأئمة أحياء عند ربهم يرزق. وإذا كان حيا فهو يتكلم أو لا يتكلم؟ الجواب الثالث بشكل سريع، وما أجاب به من؟ الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى عليه، التي حصلت بينه وبين الملك سلطان الدولة، المناظرة بين الشيخ الصدوق وبين سلطان الدولة الملك في زمانه. كيف فتو؟ جاءوا إلى سلطان الدولة، يعرف الشيخ ويعرف معتقدات الشيخ وأنه إمام، وقالوا إلى سلطان الدولة، وقالوا له أن الشيخ الصدوق يعتقد أن رأس الحسين قد تكلم وهو على القناة، ها، وقرأ سورة الكهف. قالوا إلى الملك، قال: ما سمعنا ذلك من، ولكن نبعث إليه نتأكد هل يعتقد بهذا الأمر أو لا. أرسل إلى الشيخ الصدوق: أنت تقر بهذا الأمر؟ ماذا أجاب الشيخ الصدوق؟ أرسل إلى سلطان الدولة، إلى الملك، قال له: نحن لقد بلغنا ذلك، يعني وصلنا على أن من النقول التاريخية وصلنا أن رأس الحسين قد تكلم وهو على ذروة الرمح، بلغنا ذلك، ونحن لا ننكر أن رأس الحسين قرأ آية من سورة الكهف. لا ننكر، يقول لا ننكر. أنا يستدل بالدليل على أن الحسين تكلم على رأس الرمح، قال: والأمر الذي يدل على ذلك، إذا كان من الجائز أن تتكلم أرجل المجرمين وأيديهم، ها، في يوم القيامة وتنطق بما كانوا يكسبون في عالم الدنيا، فكيف بابن رسول الله وخليفة الله وحجة الله وسيد شباب أهل الجنة أن يكون رأسه يتكلم على ذروة الرمح؟ أما تنطق الأعضاء يوم القيامة؟ دليل الشيخ صدوق. أما أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء؟ إذا كانت الأعضاء تنطق في يوم القيامة، فيستعان برأس الحسين أن ينطق وهو على ذروة الرمح، وأن يتكلم على ذروة الرمح. رابعا وأخيرا، ولن أطيل، الجواب الرابع والأخير، وهذا ثابت عندنا، الكاتب المسيحي المعروف أنطوان هذا معروف أنطوان بارب، الذي كتب ومجد الحسين واقعا عليه السلام، هو يذكر، وهو موجود أيضا عندنا، سواء ذكر أو لم يذكر، النقول التاريخية موجودة عندنا، يقول وينقل عنه أحد الفقهاء، يقول أن رأس الحسين تكلم في سبعة مواضع، يعني سبعة نقولات، سبع روايات تاريخية، أن رأس الحسين تكلم في سبعة مواضع، وذكر السبعة المواضع، ذكر السبعة المواضع التي تكلم فيها رأس الحسين. لو عندنا رواية واحدة وجيت تناقشنا يمكن شوي ناخذ وياك في المناقشة، ولكن تأتي سبع روايات، يعني استفاضة، والاستفاضة هنا تجعل الإنسان يطمئن من هذه الروايات أن رأس الحسين عليه السلام تكلم على سبعة موارد. من تلك الموارد عندما جيء برأس الحسين وكان الحسين يقرأ
الآية المباركة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا؟ عجبا، إيش رد الرجل على الحسين؟ قال بل رأسك أعجب يا ابن رسول، رأسك أعجب يا ابن رسول. هذا موضع تكلم فيه رأس الحسين. في موضع آخر تكلم رأس الحسين لحامل الرأس الذي يقول لقد فرقت بين رأسي وجسدي، فرق الله بين لحمك وعظامك، فرق الله بين لحمك وعظامك. لما سمع الكلام من الحسين حامل الرأس أخذ صوته وبدأ يضرب رأس الحسين حتى سكن بأبي وأمي، سكت رأس الحسين. فالتاريخ يقول لنا ماذا؟ أن هذا الرجل الذي ضرب رأس الحسين بصوته جاء له المختار كما قال الحسين، فرق الله بين لحمك وعظامك، قد فرقه المختار وصدر ما دعا به الحسين. كذا نعم، هذا رأس الحسين تكلم بكل الجراحات، بكل الجراحات التي هي موجودة على رأس الحسين. وما هي الجراحات؟ وأي جراحات؟ الجراحات التي حصلت إلى الحسين في كربلاء، وأي جرح من جراحات رأس الشريف؟ تلك الجراحة الأولى التي وقعت على رأس الحسين، حجر أبي الحتوف الذي رمى به جبين مولاكم الحسين، فانكسر عظم جبين الحسين في يوم عاشوراء. سألت أبي وأمي على شنبته المباركة، هذا رأس الحسين هكذا مشوا به. بعد دخلوا إلى الشام، وما أدراك ما الشام؟ تلك العجوز ما إن مرت الرؤوس ومرت الضعينة، ها وجيء برأس الحسين، حملت تلك المرأة حجرا وصكت جبين الحسين. هذا ما جرى على الرأس الشريف. بعد ماذا صنعوا؟ هل اكتفوا بذلك؟ لا، عندما وضعوا رأس الحسين في ذلك القشت بين يدي يزيد، أخذ يزيد ينكس له الحسين ويبيه، وقد كسر أسنانه أمام مرأة زينب وبنات الحسين وأخوات الحسين، والكل ينادي في ذلك المجلس ألم المناد وحسين. كل هذه الجراحات في رأس الحسين. أنا أريد أن أنتقل بكم إلى كربلاء، ولكن أبقى الآن أذكر لكم هذا الموقف. قلوبنا مع الزوار في كربلاء، أريد الوصل وياهم هناك شوية. بالله عليك أسألك، بالله، عندما جاءوا برأس الحسين في ذلك الطيش إلى بنات الرسالة وسلموا ذلك الطيش إلى زينب، فجاءت زينب ماء، فتحت زينب ذلك المنديل، وإذا بالحسين قد فتح عينه في عين زينب. الكل جاء ينظر إلى رأس الحسين، وكلما نظروا في رأس الحسين فصارخت النساء وحسينا وحسينا. إلى أن وضعوه عند طفلة صغيرة، وضعوا ذلك الطعشت عند تلك الطفلة، ما إن رأت ذلك الرأس المقطوع صرخت وأبتها وحسينا. هذه الطفلة بصوت ضعيف تخاطب رأس الحسين، ماذا تقول؟ شفتك يا ابو يا ابن أمي جالس وانا في حجرك، ظنيت انك سالم، ما ادري حز وما
هاي محروق قلبها على ابوها. خل اقرا لك، خل اهيئك للزياره. شفتك يا ابويا ابن امي جالس ولا في حجره، ظنيت انك سالم ما ادري حزنا طفله وصغيره وغافله، ما ادري رضى وصال من ضرب وجهك بالعصا جانب يا راس الوالي. من ضرب وجهك بالعصا جاوب يا راس الوقت. اسمع 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 يا حسين، ردتك سالي ولن جابوا لي راسك. يا حسين ردتك سالي ولن جابوا لي راسك، مخضوب شابك بالدماء ومكسرة أضراسك. من خمد أنفاسك يا بويا وغبر وداجك، خربت وصارت تبكي من فوق راس الوالي. خلت وصارت تبكي من فوق راس الوالي. انا لما خاف يزيد الفتنة وانقباض الناس علي لما فعله في بنات رسول الله ويتام الحسن، ارسل الى الامام زين العابدين قال يا علي إني راد إليك رأس أبيك الحسين. إني راد إليك رأس أبيك الحسين. التفت الإمام زين العابدين، التفت إلى رأس الحسين قبل أن يخرج من الشاشة، التفت إلى رأس الحسين مناديا السلام عليك يا أبا عبد الله. أمقيم أبا في هذا المقام فإنا راحلون. طالعين أبا علي احنا. نعم هيئت الضعينة، أركبت النساء، سار الضعينة الإمام زين العابدين يقودها النعمان بينما هم يسيرون. بينما هم كذلك وإذا بضعينة الإمام قد توقفت، أطلت زينب من هودجها وإذا بها ترى الإمام زين العابدين على التراب وقد عفر رأسه في التراب. التفتت زينب، ابن أخي ما بك؟ أعجزت عن المسير؟ قال لا يا عمي، ولكن وصلنا مشارف كربلاء. عم زينب انظري الى الرايات والى الاعلام. نظرت زينب توجهت الى الحادي، لقال لحادينا يا مر الإمام.
متجه إلى أرض كربلاء والمنادي ينادي وحسينا وتلك تنادي وإماما وتلك تنادي وأبتا إلى أن بانت القبور وإذا بزينب بحليل وأنين ويا زينب هلل قبر الشهيد جلست على الأرض أخذت تحفر حفيرة وإذا بزينب أقبلت ناحية هذه البنية تحفر ذلك القبر ما بكي ما تصنعي بسائلك يا كربلاء قبر المعرس وحسين بسائلك يا كربلاء قبر المعرس جينا نسايل عنا لمخضبات شفه تفتت زينب ابن اخي اين قبر اخي الحسين وين قبر اخويا وديني لقبر على قبر العزيز مسك الإمام أخذ يمشي معها إلى أن وصل بها إلى قبر الحسين رمت بنفسها على قبره منادية حسين حسين وحسين أخي أبا عبد الله وبما أخبرك ما جرى علينا المصايب كثيرة المصايب عظيمة أبو علي بأي مصيبة أبدأ وياك أخويا أخبرك اسمع زينا أخويا أخبرك أنا على العهد وعلى الوصية كل اليتامى تحت عيني أنا باريت على كل اليتامى وكل اليتامى وياي لكن اعذرني ما اجت وحدة وياك ومصيبة وحسينا وإذا بطفلة صغيرة تدور بين القبور ودمعتها على خدها اجت زينب تنظر إلى تلك الطفلة بني ما بكي لما لا تجلسين على القبور ماذا أجابت هذه على قبر الأب تشف العبرة وهادي على قبر الأخو والحالة قشرة بسائلك مسلم أبويا وأحسن ومصيبة في مثل هذه الليلة الحسين والعباس يستقبلون الزوج
بن فاض يخاطب الحسين، شلون يستقبلون زوار الحسين في مثل هذه الليلة ويوم الأربعين؟ خل أقرأ لك الحوار بين العباس وبين الحسين. ها يا أخوي حسين، زواري لفوا من سائر البلدان. ساعدني يا أخوي حسين، شلون اقدر بلا شفين اضمهم خويا بالاحق؟ شلون اقدر بلا شفين اضمهم خويا؟ اسمع اسمع العباس يا خويا حسين، اترجاك رجع لي شفيني ابو الراحة يا بعد الروح، شيل السهم. ايه سمعني سمعني ابو الراحة يا بعد الروح، شيل السهم. ليش ابو فاضل؟ اريد انظر واقضي حاجة المحتاج بحق الواحد الديّع، واقضي حاجة المحتاج بحق الواحد الديّع. ودا تقدر تشرفني إلى قبري يا نور النور زينب، لا تجي وياك وحق بالعمك المكسور. إذا تقدر تشرفني إلى قبري يا نور النور زينب، لا تجي وياك وحق بالعمك. ليش اخاف تشوفني وتسأل عن وعودي بشهر عاش، واني من ها ومن سكنه يا خويا وش كثر خجلان، واني من ها ومن سكنه عباس. لا اقدر زحف جيتك لا اقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس، سهم عينك سطب قلبي ومني خمت الانفاس. من الرضلع صقب صدري رضي حلمين ذبح عطشا، من الرضلع صقب صدري رضي حلمين ذبح عطشا. إذا خجلان من زينب، زينب بعد خجلان. خجلان من زينب، زينب بعد خجلان. سباها الطاغية للشام غصب دخلها سوان، وما معيونها راسي قام يكسر اسنان، وما معيونها
كسر اسنانه رقي طاحت براسي وماتت واسفة بالأحجار رقي ماتت براسي وماتت واسفة بالأحجار هذا البيت إليك من الحسين إلى الزوار يا زواري أنا الحسين وأتكلم من المنحور يا زواري أنا الحسين وأتكلم من المنحور إيش عندك أبو علي؟ مصابي لا تفصلون ترى العباس ما يقدر لا تخبرون العباس يا زواري أنا الحسين وأتكلم من المنحور مصابي لا تفصلونه ترى العباس ما يقدر ولا تخبرون الضلوع بحواف الخير تتكسر ولا تقولوا إلى جسمي ضل على ترب عريض ولا تخبرون عن جسمي ظل على أني قال لي زوار الحسين ما يخلف طولت عليك ما يخلف الآن الزوار كلهم وين يم الحسين ويم أبو فاضل الليلة كلهم متجمعين هناك وين بكربلاء كلنا شفناه متجمعين يم الحسين ويم العباس لكن هاي الليلة هنا زينب من وعدها زينب إلك بالشام من وعد زينب من المكسور قلبه على زينب منو خلي العظيم يتكلم خلي أبو فاضل يتكلم هو اللي يخاطب ها اسمع ها ولي يا زينب يا زينب قومي من الشام وسكن عند أبو فاضل بعد أحد خلت روح كربلاء يودون قبرها هناك يا زينب قومي من الشام وسكني عند ابو فاضل ترى العباس ما مرضى تظل زينب بالكفر ولا يسمع خبر عنك يجيك ومدمع هامل ويحمل زينب بجنوده ودمبها متى يجري ويحمل زينب بجنوده ودمبها اسمع رد الحوراء زينب يا تبتعب قالت والدمع يجري يا عباس اعذرني 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 يا ابو فاضل قالت والدمع يجري يا عباس اعذرني لا ارحل يا اخويا وياك يتاماكم تعاتبني رقي وياي يا عباس ما تقدر تفارقني ولو ابوها سأل عنها ولو ابوها سأل عنها قل لي يا الأخوش عذر يا نازلي نبي كربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلانها ما حال جثة ميت في أرضكم يا الله أسألك اللهم وندعوك ونتوسل بحق مولانا أبي الفضل العباس إلا ما فرجت عنا يا الله اللهم شافيه كل مريض اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير
اللهم أيد وسدد حماة الدين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده. جماعتي الحاضرين فضل اللهم في أنفسهم فردنا فرد قاسين المؤسسين تقبل منهم هذا العمل مبارك. إخواني هاي الليلة خصصت للجن لموكب العزاء، فجزاكم الله خير الجزاء قبل ما يطلع الجميع ما تقدمونه إلى الحسين، وهذا هو في رصيدكم إن شاء الله، فجزاكم الله خير الجزاء. مأجورين فيه.